Yeshi, 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 mi fico marifeshi. 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 واللي ما يعرفش يسأل وهي معلومة ببلاشي وماشي. مساء الخير جميعا. مساء الفل. اولا طبعا انا بشكر الحضور الجميل على تواجده معنا هنا في عز البرد، بس اعتقد انها تضحية يعني الشريهان تستاهلها، تهيأ لي كده. والحقيقة احنا لما بنحتفي بشريهان بنحتفل بيكو زي ما بنحتفي بشريهان تماما، لان بالنسبة لنا انتوا القوة الناعمة، سواء كنتوا فنانين او اعلاميين او بتشتغلوا في الوسط الصحفي او الفني، اللي طول الوقت كانوا بيحاولوا يعزلوا مصر عن طريق ان هم يقللوا من قيمة هذا الوسط الفني. زمان الحقيقة جه علينا وقت كده كنا، مش احنا طبعا، ناس بتحتفل بان في فنانة لبست الحجاب وبتعتزل، كأن الفن سبة او كأن الفن عار، وملوا دماغة الناس بهذا المعنى. النهاردة احتفالنا قيمته ان في فنانة بقى لها 15 سنة رجع تاني للوسط الفني عشان تقول ان الفن اعظم شيء في الوجود. كلنا عارفين ان مصر يعني عبد الحليم حافظ، مصر يعني ام كلثوم، كلنا عارفين ان نجيب الريحاني موجود لكن ما كناش نعرف مين وزير المعارف ايام نجيب الريحاني. مصر هتفضل مصر بقيمتها وبيكو، واعتقد ان رجوع شريهان رجوع لمعنى كبير جدا حتى اكبر من شريهان ومننا، ان مصر هتفضل باقية ومحدش يقدر يعزلها ابدا عن قوتها الناعمة اللي طول عمرنا بنفتخر بيها قصاد العالم كله. انا يسعدني وجودكم ويسعدني تجمعكم، احنا كلنا صحاب وحبايب، ووجودكم بجد مزودنا ومشرفنا ومعلي قيمة المكان اللي احنا موجودين فيه. ويسعدني ان انا اقدم لكم الايقونة والفنانة والاسطورة شريهان. هز جدار روحي أقاموه، أعيش ملحمة حب عجيبة. أنا كل اللي أتمناه دلوقتي حالا إني أشق قلبي
وتقروا في قلبي ايه ليكو. صدقوني كتبت الواحد فيكو جوابات كتير قوي وانا في سرير المرض. رهبة ما خفتش من الموت ولا المرض. الرهبة النهاردة وانا بقابلكو رهيبة. بنحني انحناء الشكر لجميع اقلام صاحبة الجلالة. بشكرها نحتوني وصنعوني وقيموني وعززوني قدام نفسي وقدام ربنا. بشكركم الجيل القديم والحالي وإن شاء الله القادم جميع أقلامكم. مبدعي قلبي عائلتي الفنية من أصغر عامل فيها لأعظم نجم. ببوس راسكو. لو أنا واقفة قدامكو دلوقتي فسببوا حبكو. نفسي كمان أشكر المرض وبوس راسه لأن عرفت أنا في قلبكو إيه وعرفت حجمي وقيمتي. النهاردة باختصار أنا راجعة وفي جزء أناني جوا شريهان. شريهان في غربة مع شريهان بدون الفن. الفن طبعا أنا ما عمريش العمر اللي بيقولوه في الجرايد. عايزة أشكر وبوس راس واحد واحد بيقول أنا 50 أو 51. لا ثواني يا دكتور. أنا عايزة أقول إن أنا رحت في رحلة عمرها يزيد عن 1000 عام وعام. وإذا في شيء قواني أنا عمري يزيد عن 50 بكتير. أنتوا رجعتوني للخلف ما بقاليش سن ولا عمر. أنا راجعة أو أنا مش حاسة أنه هنا في رجوع. أنا حاسة أن أنا من وقت ما وقفت هكمل. أنا ما اخترتش لكن رضيت وارتضيت بكل قرار كان لربي. قوتوني وقوتوا إصراري وعزمتي. عايز أرجع أبوس راس مهنتي اللي هي أنا اللي هي شريهان. أنا ما عنديش كلام كتير أقوله هقول لكن هي بداية إن شاء الله المشروع. أنا كنت ابتديت ألملم أحلامي ولجمها خلاص إلى أن العظيم عظيم الدكتور جمال العدل. الدكتور جمال العدل لقيت فيه، أنا ما بعرفش أشتغل من غير حب. لقيت فيه أساساً هو بسم الله الرحمن الرحيم عنده ما فيهاش تنازل، ما بيعرفش يتنازل. عاشق للفن، أسد ما بيعرفش. بتقوله ذهب بيقول لك ألماز. ممكن أعمل العمل ده ذهب؟ لا، أنا عايزه ألماز. أنا رجع فقط أبوس جبين جبين حد فيكو. رجع عايزة أخش لحضرة المتفرج اللي احنا جميعا بنشتغل علشان نرضي. رجع أقول له شكرا للمتفرج من مصر لآخر مواطن في الوطن العربي بما يليق بمهنتي وبمصر والفن المصري ومبدعي الفن المصري وما يليق يتمناه حضرة المتفرج. العمل بدايته ابتدت لكن نهايته ملهاش نهاية. العمل إن شاء الله يشرفني
اني انا اكون بطولة العمل ده هتكون جميع مبدعي مصر والعالم والوطن العربي، مش شريهان، شريهان من او مع. ان شاء الله من اصغر مبدع وكل في مجاله، من اصغر عامل لازم يكون مبدع، مش هيكون في تنازل، في فن مختلف، في انحناء شكر اولا للفن المصري، مهنتي، مبدعيها. وانا عايزه اشكر الاستاذ والدكتور جمال العدل والدكتور الكبير قوي مدحت العدل، وطبعا هديله الميكروفون واحاول الملم مشاعري واقول الباقي. انا اقول لهم ايه الموضوع. انا مش عايز الموضوع يبقى دراما جامده قوي كده. طبعا قاعده اتفخم فيا، بس انا في الاول في الاخر نيابه عن جميع العاملين في العدل جروب ومؤسسيها، بدايه من الدكتور رمز العدل، مرورا بالاستاذ سامي العدل، مرورا بالدكتور محمد العدل، بالدكتور مدحت بيا، بكل الناس الموجودين. ده اهم مشروع احنا بنعمله في حياتنا، نظرا ل دي اهم نجمه كمان بتشتغل معانا السنه دي، ونعدنا نحلم سوا. احنا على فكره مش انا، ده جروب كبير، حتى اولادنا بيشتغلوا معانا في نفس المجال وعندهم عين ورؤيه غير اللي بتاعتنا برضو، عشان كده بتضيف لنا غير احنا ناس عواجيز شويه، انا ومدحت ومحمد وكده، انما هم دول اللي برونا اللي احنا مش شايفينه. احنا قعدنا نبحث مع بعض نعمل ايه شريان، حتى اسم المشروع قعدنا نقول طب نسميها الاسطوره، طب اللي كذا، طب الاسطوره هي بتاعتها فعلا، فجينا في الاخر سميناها شريان، هي شريان واحده، فبقى المشروع اسمه شريان. ثم جينا نقول هنعمل ايه بقى بشريان دي، احنا عايزين نعمل كل حاجه بيها، هي يعني اشهر حاجه بتاعت كل حاجه. فقررنا ان احنا نعمل باذن الله بدون مقاطعه على 13 عرض مسرحي سينمائي جواه، تلفزيوني جواه، استعراضي، يعني واخدين معانا بيوت خبره من انجلترا ومن تشيكوسلوفاكيا ومن كذا بلد، عشان نطلع لكم حاجه باذن الله شبه النجمات العالميات اللي زيهم شريان تقدر تعملها. احنا عندنا شريان واحده بس، وكان عندنا طالما بنشتغل دلوقتي في المسرح، ففي وجود ابو المسرح المصري اللي ما زلنا كلنا لغايه دلوقتي من 50 سنه بنتفرج على كل المسرحات في العيد الصغير والكبير وراس السنه، كل دول كان عاملهم واحد بس اسمه سمير خفاجي، يشرفنا انه يبقى موجود ويجي معانا دلوقتي. ما فيش مسرح من غير سمير خفاجي اساسا. أنا اللي بندق مش هو. خد يا حبيبتي. عارف إن أنا عايشة بيك، عارف إنك روحي، أنت عارف إنك روحي، أنت عارف أنا بحبك. أنا بحبك، أنا بحبك قوي، بحبك. أنا بشكرك إن أنت جيت. ما فيش زيك أنت. سمير، يا تاريخ مصر، يا عظيم، كنت ولازلت وستكون، علمت أجيال ولسه هتعلم فيها، والحتة الحلوة الكبيرة اللي فيا اللي انت بنتها، لو ليا عمر وفي العمر بقية بوعدك، مش انت هتكون معايا في كل شوط وكل مشهد وهتقولي وحش حلو كملي وقفي، ولا هتسيبني؟ انت عارف انا ما قدرتش اشوفك ليه؟ انت عارف انا
عايز تقول لي حاجه؟ عايز تقول لي حاجه؟ لا، عايزك اقوى نجمه. سمير انا بيك هكمل. اخدتني لما ظهري اتكسر، رحنا مطار امريكا، رحنا المطار في امريكا واتطبقت قدامك زي الماريونات، ووصلنا امريكا ونزلنا على باريس وانت مطبقني شويه كده لحم في ايدك، قلت لك قبل اوضه العمليات وديني المولاروج، ورحنا المولاروج بعربيه الاسعاف، وبصيت على استعراض الفالس قلت لك لو قمت هعمله وعملناه. بحبك. انا نسيت الدنيا، انا اسفه، سامحوني سامحوني يا امي. اعمل ايه؟ يا سي